ولكن خلينا بقى قبل ما نخش في المباراة غدا، احنا عندنا كلام كتير جدا وعندنا تقييمات كده. لو هنتكلم من وجهة نظر كابتن ضياء، ليه اصلا الفرق وللعيبة والاحداث اللي عمالة تحصل والروح المعنوية والاستعدادات البدنية والضغوطات اللي موجودة، ونقارن بجيل حضرتك لو تسمح، والفروقات اللي دلوقتي اصبحت في القرى في مصر، هو في ايه؟ بص انا الكلمه دي بقولها على طول، يمكن قلتها معاكي مع حضرتك في مداخله في الراديو. في الراديو صحيح. ما بني على باطل فهو باطل. الرياضه في مصر ما حدش ياخد الشك اللي هو احنا بنكسب مباراه او شكلنا كويس، لعبنا دقيقتين ثلاثه عملنا تايم كويس، ده احنا بقينا كل حاجه ووصلنا في كل حاجه وتمام التمام والرياضه ماشيه زي الفل عندنا. تيجي بعد كده ماتش تاني مختلف على طول تاخدي بقى زي ما بيقولوا مش عارف ايه. لا القصه مختلفه تماما معانا احنا. كرياضه في مصر فيها مشاكل كتيره جدا، بدايه من الناشئين لغايه الدرجه الاولى فوق. من الناشئين طبعا انت ما عندكيش قطاع ناشئين كويس في مصر. يعني كان زمان زي ما حضرتك بتقولي الجيل بتاعي، كنا احنا الجيل بتاعنا لو قلت لك على الاسماء اللي موجوده فيه كل واحد يتحط عليه 10 11 ويتعمل له فرقه. دلوقتي بقت العمليه صعبه جدا. انت فين وفين لما بتطلعي ناشئ من نادي كويس يقدر يخدم على الفريق الاول. الكلام ده كان ليه بعض الانديه يعني مشهوره بالكلام ده زي المقاولين وزي انبي وزمالك واهلي. ترسانه كانت فتره من الفترات كانت بتطلع ناشئين، لكن دلوقتي هاتيلي لعيب ناشئ متربي في النادي من اول مراحل الناشئين في النادي لغايه ما بيخدمها بالدرجه الاولى. مفيش. معظم الأندية بيمشوا بالمقولة اللي بتقول شرى العبد ولا تربيته. أنا لسه هتعب في ناشئ ولسه. ده المفروض الثقافة تبقى العكس تماما. ده الانتماء الدليل على كده. ده المفروض. لكن الدليل على كده إن بعض الأندية في قطاعات بتاعت الناشئين بتبيع الأندية، بتبيع الفرق سوري، بتبيع الفرق استثماري، فما بيبقاش الاهتمام بالناشئ إن أنا عايز أطلع ناشئ كويس. فدي عاملة برضو دروب ده بلس. ده بعد تجيب بقى عماد متعب وكده ولا بعد الاجيال؟ ده الكلام ده حصل بقالي مثلا 3 4 سنين دلوقتي. يعني موضوع البيع بتاع القطاعات بقى شغال، وبقى للاسف في قطاع استثماري في الرياضه في مصر وموجود وبقى مصرح بيه. انا عندي قطاع استثماري، عندي فرق استثماريه بشتغل عليها عشان ادي الفرصه للولاد اللي عايز يقدر ياخد فرصته في نادي او في مكان محترم وفرقه كويسه ويكمل كوره. ده بلس زي ما بقول لك ان الـ 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 القيمه بتاعت اللعيب الشرائيه بتاعت اللعيب في مصر بقت بتتعدى اللي انت ما تتخيلهوش. اللعيب دلوقتي بتتعاقدي معاه اللي بيعرف يباصي بياخد له 2 3 مليون بيصي بس. اللي بيعرف يباصي ويستلم 3 مليون وربع، اللي بيصي ويستلم في تحت ضغط 5 مليون، اللي بيجيب جول 7 مليون. الكوره ما بقتش كده. الكوره كان زمان